ولا نيلة. بقول لك ايه؟ مش عايز تروح تاكل سمك في ابو قير؟ لا مش هينفع، معزوم على الغدا. انت لسه متخانق مع منى ولا ايه؟ لا مش متخانقين ولا حاجة. أنا اتفقت معاها النهارده الصبح اخلص شغل واروح لها على النادي نتغدى. عايز تسيبها ملطوعة في النادي وتروح تتغدى في ابو قير؟ سيدي ولا ملطوعة ولا حاجة. هي كانت رايحة كده ولا كده عشان تقابل صاحبتها هناك. في واحدة جايبة لهم هدوم ومش عارف ايه من بره. تشكيلة مفيش منها في مصر. انت مالك متغاظ ليه؟ ما كل الستات كده. ده انا ما عنديش مشكلة في كده خالص. اي نعم هي مصاريف في الهوا واي حاجة هتجيبها هي مش محتاجة لها اصلا. بس اهو الشر لابد منه. ولكن مش عارف لابد منه ليه. انا مشكلتي يا ابراهيم ان انا مش عايز اروح اقعد في النادي مع نساء المجتمع الراقي. ولا جوازهم بقى. ما بيتكلموش في اي حاجة في الدنيا غير عن الكورة والبيزنس واحوال البلد اللي ما تصرش. انا عايز اروح اقعد على البحر كده في هدوء، اكل حتتين سمك، اشم شويه يود، واشرب ازازتين بيره وبس كده. انت معبي كانك بقالك 10 سنين متجوز. انت لسه ما كملت السنتين، مش مغصوب على جوازتك دي. دي بنت عمك اللي عمرك ما كنت عايز تتجوز واحده غيرها. انا حاسس ان كل واحد فينا اتجوز العيل الصغير اللي حبه زمان من غير ما ناخد بالنا. ان احنا كل ما بنكبر بنتغير. دليلة، دليلة لازم تاكل يا حبيبتي، لازم تبقى قوية عشان نقف في وش الأزمة دي ونعديها. وأنا هوعدك إن عمري ما هسمح لحد يجبرك على حاجة أنت مش عايزة تعمليها أبدا. بس عشان خاطري ما تقلقنيش عليكي. وبعدين أنت مش واثقة فيا ولا إيه؟ طول ما حودة حبيبك جنبك محدش هيقدر يكسرك أبدا. دليلة أنت سامعاني؟ حبيبتي ما تخافيش والله.